ازاي حاليا واداء الاهلي والصفقات اللي عملها النادي. انتوا بتحرقوا لي كل حاجه، كل حاجه بتحرقوها. طب يعني بدري، يعني احنا بنتكلم في النقطه بتاعت اختفي، يعني هنرد على السؤال ده في وقته. مساء الورد عليك يا كابتن اسلام، ده الكابيتانو ايمن الصاوي بيقول مساء الورد عليك كابتن اسلام، كل سنه وقناه الاهلي كل سنه دايما وحضراتكم بخير. ايه الموقف اللي حصل مع الله يرحمه محمد عبد الوهاب وما تقدرش تنساه؟ محمد من الناس اللي احنا فقدناهم كلنا بصراحه، وواحد من اطيب الناس اللي الواحد قابلهم في مجال الكوره يا اسلام، وشخصيه كانت عزيزه علينا كلنا جدا جدا جدا، شخص طيب لابعد الحدود. ما افتكرلوش موقف سيء مع حد مننا. لحظه وفاته انا ما كنتش موجود في الملعب، في المنتخب واحنا كنا موجودين. انا كنت سافرت انجلترا، عرفت بالموضوع ده، كنت رحت بعمل اختبارات في انجلترا، وانا في مطار فرانكفورت قابلت واحد مصري ما كنتش اعرف، لقيت واحد بيقول لي البقاء لله في محمد عبد الوهاب. فانا جه في بالي محمد عبد الوهاب عضو مجلس اداره، ربنا يديله الصحه يعني. فقلت له ازاي ده مكلمني من فتره قريبه جدا، واول امبارح تقريبا او حاجه. قال لي لا والله ده وقع في الملعب وبتاع. فبصراحه كان موضوع بالنسبه لي مش قادر اتخيل يا اسلام. عرفت بعد كده انه الازمه اللي حصلت له وكده، وربنا يتوفاه ويرحمه يعني. ربنا يرحمه. خلينا بقى ننتقل لتويتر، انا يعني بس ست سبع اسئله من هنا وست سبع اسئله من هنا علشان نقدر نحاول على اخر الحلقه نكون خدنا معظم. طبعا صعب.